بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم من هدي سنن النبي صلى الله عليه وسلم حول تخلق الجنين وكتابة القضاء والقدر. ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث النبوي الشريف عظيم الشأن، جامع لأحوال الإنسان من مبدأ خلقه ومجيئه إلى هذه الحياة الدنيا إلى آخر أحواله من الخلود في دار السعادة أو الشقاء، بما كان منه في الحياة الدنيا من كسب وعمل وفق ما سبق في علم الله وقدره وقضائه. هذا الحديث النبوي الشريف يعد علما من أعلام نبوة النبي الكريم ودليلا على صدق رسالته، لأن هذا الوصف التفصيلي المذكور هنا ما كان ليعرف في ذلك الوقت، وإنما عرف في الأزمنة المتأخرة بعد تطور العلوم وآلاتها. وهذا الذي جعل ابن مسعود رضي الله عنه يصدر حديثه بقوله: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فهو الذي ما أخبر بشيء على خلاف الواقع، وما جرب عليه كذب قط، ولا يوحى إليه من ربه إلا الحق. وقد جاء ذكر مراحل تطور الخلق في بطن أمه عبر مراحل، أولها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إنها مرحلة التقاء ماء الرجل بماء المرأة، ويظل هذا الماء المهين على حاله قبل أن يتحول إلى طور آخر، وهو طور العلقة، ويقصد بها قطعة الدم الجامدة، وسميت بذلك لأنها تعلق في جدار الرحم. ومع مرور الأيام تزداد تلك العلقة تخونة وغلظة حتى تتم 40 أخرى، لتتحول إلى قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ، ومن هنا جاء اسمها مضغة. وقد وصفها ربنا بقوله: مضغة مخلقة وغير مخلقة. وتظل تلك المضغة تتشكل تدريجيا حتى إذا أتمت 120 يوما عندها تأتي المرحلة الرابعة، فيرسل الله سبحانه وتعالى الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيها الروح، فعندها تدب فيها الحركة وتصبح كائنا حيا تحس به الأم. نجد هذه الصورة التفصيلية المذكورة في الحديث موافقة لكتاب الله تعالى في مثل قوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب،
ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا. ولنا أن نلتمس الحكمة من خلق الإنسان طورا بعد طور، وهو القادر سبحانه وتعالى أن يقول للشيء كن فيكون. الحكمة إنها تربية إيمانية على التأني في الأمور وعدم استعجال النتائج، كما أنها توضيح للارتباط الوثيق الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين الأسباب والمسببات والمقدمات والنتائج ومراعاة نواميس الكون في ذلك. ولعل هذا ما يفسر لنا تحديد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة، حيث تتحقق براءة الرحم من الحمل بتمام هذه المدة. ثم يتحدث عن المرحلة التي يحصل فيها تقدير أمور الرزق والأجل والشقاء والسعادة. ففي حديث حذيفة بن سعيد الغماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنت؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله، فيقول ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم ظاهر أن تقدير الرزق والأجل يكون في 40 الثانية. وقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، فالله تعالى يعلم الغيب، ومن هذا الغيب علم سعادة الإنسان وشقاوته وعمره وأجله وعمله وسعيه، ومن ذلك معرفة جنس المولود قبل 40 الثالثة. أما بعد ذلك فإنه يصبح من عالم الشهادة أو ما يطلق عليه الغيب النسبي، إذ بعد 40 الثالثة يطلع الله الملك على جنس المولود، بل ويطلعه على شقاوته وسعادته. فمعرفة الإنسان لجنس المولود في تلك الفترة ما هو إلا انكشاف لغيب نسبي قد عرفه من قبل الملك، وليس علما بالغيب الحقيقي الذي يكون قبل 40 الثالثة، بل قبل كون الإنسان نطفة. مثلا الرزق، هنا الرزق هو ما ينتفع به الإنسان، وهو نوعان: رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به الدين. فالرزق الذي يقوم به البدن هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب، أما الرزق الذي يقوم به الدين فهو العلم والإيمان. وإذا عدنا إلى سياق الحديث نجد أن ذكر مراحل الخلق كلها تمهيد لبيان أهمية الثبات على الدين، وتوضيحا لحقيقة أن العبرة بالخواتيم. فربما يسلك الإنسان أول أمره طريق الجادة ويسير حتيتا نحو الله، ثم يسبق عليه الكتاب فيزيغ عن سواء الصراط فيهلك، بيد أن ضلال ذلك لم يكن أمرا طارئا، بل وحصيلة ذنوب خفية تراكمت على القلب حتى ظهر أثرها في آخر حياته، فانصرف القلب عن الله تبارك وتعالى وختم له بتلك الخاتمة السيئة. ويؤكد ما سبق ما جاء في الرواية الأخرى لهذا الحديث: إن الرجل ليعمل عملا بأهل الجنة فما يبدو للناس، ولكنه في الأصل يعمل بعمل أهل النار. فالرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وقديما قالوا: الخواتيم ميراث السوابق. وفي المقابل قد يكون المرء بعيدا عن الله متبعا لخطوات الشيطان، ثم تدركه عناية الرحمن في آخر حياته، فيحيي الله قلبه ويشرح بالإيمان صدره، ثم يختم له بخاتمة السعادة. وبالجملة فإن السائر إلى الله ينبغي أن يستصحب معه إيمانا بالقضاء والقدر، ويكون وسطا بين الخوف والرجاء حتى يوافيه الأجل. أيها الأحباب الكرام، هذا الحديث النبوي الشريف فيه عبر ودلالات كثيرة
يمكن أن نفهمها من خلال سرد بعض القصص. نذكر قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته. كان هذا الرجل لا يدع شادة ولا فادة للعدو إلا قضى عليها، فتعجب الناس منه وقالوا هذا الذي كسب المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ فقال رجل لألزمنه أي أتابعه، فتابعه فأصيب هذا الرجل الشجاع المقدام بسهم من العدو فجزع، فلما جزع سل سيفه والعياذ بالله، ثم وضع دبابة سيفه على صدره ومقبضه على الأرض، ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقاتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ قال ذلك. قال إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا، قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فلا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ونذكر أيضا أيها الأحباب الكرام قصة الأسرم من بني عبد الأشهل من الأنصار. كان منابدا للدعوة الإسلامية عدوا لها، ولما خرج الناس إلى غزوة أحد ألقى الله في قلبه الإيمان فآمن وخرج في الجهاد وقتل شهيدا. فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلهم وإذا بالرجل، فقالوا ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا مع أنه كان منابدا للدعوة الإسلامية. فالعبرة بالخواتم، لذا نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. فيا أيها الأحباب الكرام، إن نهاية بني آدم أحد أمرين، إما الشقاء وإما السعادة. فربنا عز وجل قال فمنهم شقي وسعيد، وقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نسأل الله تعالى أن يجعل جميعا من أهل السعادة إنه سميع قريب. هذا الحديث النبوي الشريف يحتوي على فوائد جمة. أولا ذكرنا بكيفية تكون الإنسان وتنقله من مرحلة إلى مرحلة، وهذا إعجاز علمي لم يتم اكتشافه إلا في القرن العشرين، فدل على أن النبي صادق مصدوق وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء فيه الدعاء بالثبات على الدين، لأن رأس المال هو الدين. قد يضيع لك أي متاع، قد يضيع لك المال، تضيع لك مصالح، ولكن كله يعوض إلا الدين، فهو أكبر خسارة إن ضاع. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين. ثم في الحديث دعوة إلى الاستعانة من سوء الخاتمة، نستعيذ بالله من سوء الخاتمة. دائما في مجالسنا نقول يا رب إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، ونسأل الله تعالى حسن الخاتمة، فمن طلبها بالدعاء ربنا قيد له ذلك. كذلك الحديث دل على الأعمال هي سبب دخول الجنة والنار، فالجنة يدخلها الناس برحمة الله ويقتسمونها بأعمالهم. ثم إن الشقاء والسعادة لا يعلمها أحد إلا الله، فهو العالم بخفايا خلقه وبواطنهم ومآل حياتهم. وفي الحديث أيضا تنبيه على أن البعث حق، لأن من قدر على خلق الإنسان من ماء مهين قادر على إعادته، فالله هو خالق الإنسان لما كان جنين في بطن أمه من نطفة من مني تمنى، فهو قادر على خلقه بعد الموت بعد أن يبلى، يخلقه مرة ثانية ويقول له كن فيكون. وفي الحديث أيضا إثبات للأصل السادس من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، فكل شيء هو بقدر الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة ويرزقنا الإيمان بالقضاء والقدر. نشكر عند النعم ونصبر عند البلاء. أيها الأحباب الكرام، إن حسن الخاتمة
هاجس لكل مسلم يستشعر خطورة هذا الأمر ويدعو الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. فساعة الاحتضار رهيبة يتمنى خلالها الإنسان أن يثبته الله فيها، فما هي الأسباب التي تساعد الإنسان على حسن الخاتمة؟ أولا الإيمان بالله عز وجل، أن تقوي إيمانك بالله، فربنا يعينك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. فيثبت الله عباده المؤمنين عند ساعة الاحتضار، ويثبت أولياءه في الخبر عندما يسألون، ويثبتهم عندما يقومون من قبورهم. ثم من العوامل المساعدة على حسن الخاتمة الاستقامة على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كذلك أيها الأحباب الكرام، من أسباب حسن الخاتمة المحافظة على الصلوات الخمس، لأنها دليل على صدق إيمان العبد، خصوصا البردان. من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. كذلك ينبغي أيها الأحباب الكرام أن نكثر من ذكر الله، فإن الإنسان إذا جاءت ساعة الاحتضار ينطق بما كان يكثر منه في حياته الدنيا وهو صحيح. فالذي يذكر لا إله إلا الله كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فيدخل الجنة. كذلك أيها الأحباب، حسن الظن بالله، فالعبد كلما أحسن ظنه بالله لقي ما وجد. أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بخيرا وجد خيرا، وإن ظن بغير ذلك لا يلومن إلا نفسه. فالعبرة ليس في كمال البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات، وإنما الأعمال بالخواتم. فاللهم يا ربي يا كريم، ارزقنا حسن الخاتمة، وردنا بما قسمت لنا وقدرت لنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.